سلام الغزالة ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة مرة جديدة، ومرحبا بكم مع فيديو جديد. والناس اللي أول مرة كتشاهد القناة غير بالصدفة، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم. فعلوا الجرس وضغطوا على زر الاشتراك باش هكا يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. البنات، الفيديو ديال هاد النهار كيف كتشوفوا؟ غنشارك معكم هاد النهار العشية ديالي هادي كيفاش غدوز. المهم هنا راه داز الغدا، مور الغدا بديت هاد الروينة هادي. عندي الحوايج بلاكارات ديالي كل شيء تخربق، المجوره ما بقيت كنبغي الحاجه، ما بقيتش كنلقاها. راكم عارفين ملي كترون عندكم القضيه كل شيء كيترون، فصافي وليت كنقول بناقص من الحاجه كاع، انني نبقى نقلب. فصافي قررت هاد النهار هذا باش انني نجمع لي هاد الروينه كامله هادي ونحيدها. وكيف كتشوفوا كنحيد تما دوك الحوايج اللي في الارض، راه الحوايج اللي زايدين عندي البنات وما كنلبسهمش، وشحال داز عليهم ديال الوقت وما كنلبسهمش. صافي كنحاول انني مره نبقى ندير هاد العمليه هادي باش هكا ما يبقاش داكشي عندي غير محطوط وصافي. نخلي الحاجه اللي كنلبس واللي كنحتاج وصافي. المهم هانتوما غتشاهدوا معايا الفيديو البنات حتى الاخر. شاركت معكم كل شيء، قضيت المجوره، قضيت الدنيا كامله، ولكن راه ترونت لواحد الدرجه ما كتصوروهاش، وبغيت نبدل شويه هكا الديكور ونقاد البيت، فما بغيتش ندير هذا الشيء وعندي الروينه في البلاكارات الداخل وعندي المجوره مخربقين. قلت اول حاجه غنسبقها هو هذا الشيء، عاد ندوز ديك الساعه التخمال والجميع وداك الشيء. راكم عارفين قبل رمضان دائما هاد العمليه هادي البنات اغلبيه الناس كيديروها، حيت في هذاك الشهر ما كتكونيش مثاليه لهاد الشيء. صافي يعني راكم عارفين الشهر ديال رمضان فاش كيدوز. وصافي البنات هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، غادي يكون على هاد الشكل. البنات خليكم معايا حتى الاخر، ما تمشيو فين، دوزوا معايا هاد الفيديو ان شاء الله.
جايبت الفولارات ديالي كاملين هنايا. المهم هادشي راه ماشي كاملين، عندي مازال واحد المجال اخر فيه الشيلان. هادو غير داكشي اللي كنستعمل الاغلبيه، اغلبيه هنايا الزيوفه هادو ديال الحمام، هنايا الشيلان ديالي اللي كندير هنا، تاني الشيلان هنايا فولارات، ولكن هادو دوك ديال هادو الملسين هكا فولارات مربعين. هنا تاني فولارات وهنا شيلان. فهاد المجال هذا كنظمو على هاد الطريقه. انا كيف ما شفتو راه كنت مؤخرا شحال هذا ما بقيت قاديش هاد الشيء، وترون دابا عاد باش حن عليه مسكين الله باش نصايبو. ولكن انا حتى انا كنلقى صعوبه ملي كيكون مرول ليا هاد الشيء، ملي كنبغي نلبس ملي كنبغي نهز شي فولار ولا شي حاجه كنلقى واحد الصعوبه الصراحه. دابا عاد باش ارتاحيت ملي صايبت هاد الشيء حيدت عليا واحد الحمل ثقيل ثقيل. بالنسبه للمجر الثاني البنات هو اللي حيدت منه داك الملابس. بالنسبه للمجر الثاني البنات هو هذا اللي حيدت منه داك الملابس الداخليه، كيف كتشوفوا نظمته على هذا الشكل. تمايا باقي شي حاجه ديال الملابس الداخليه، المهم ولكن ماشي بزاف بلا ما نبقى نوريكم هذاك الشيء. هنايا استعملت هاد حطيت هادو ديال البندات اللي كنحتاجهم فاش كنبغي نغسل وجهي، كنبغي ندير شي ماسك ولا شي حاجه باش ما يعمرش ليا، كنستعمل هادو البنات. هاد البوشيطه هادي جمعت فيها شي تخربيق هكا صغير اللي غيبقى مرول ليا الدنيا، ما صبتش كيف نديرو. مازال البنات بقى باغي ناخذ هادوك اللعيبات اللي كنظموا المجوره، صراحه ما لقيتهمش هنايا. المهم تنشوف الا مشيت لكازا ولا مشيت لشي بلاصه اللي غادي نقدر نلقاهم فيها، ولا كيتيا. المهم كيتيا باقا ما مشيتش ليها، غنمشي لها ونشوف الا لقيت هادوك اللي كينظموا هكا المجوره من غيكونوا من الاحسن. هاد الجهه هادي البنات هي علاش اصلا خويت هاد المجر هذا. كيف شفتوا الملابس الداخليه درتهم في هذاك الشبيكه اللي كديري فيها هاد الشيء، حتى هي كتعتبر من المنظمات اللي كتنظمي فيها. المهم كتجمع لك بزاف ديال التخربيق دايراها في الماريو. وهنايا درت هادي عندي هنا ديال فوريو كنغسل بها وكنعاود نرجعها هنايا البنات، ولكن عرفتوا البنات خطيره هادي عجبتني بزاف. ما كاينش واحد الفرق بينها بالاصليه كيف كتشوفوا، راه ما كاينش البنات واحد الفرق مخدومه مزيان مزيان فيها بالسرعه زعما بزاف اللي بغيتي تنحسيها عاوتاني بزاف. ولكن البنات راه فشي زوينه زوينه بزاف عجبتني عجبتني ما نكذبش عليكم. بالنسبه وماشي غير انا هضرت على هذا الموضوع، هذا بزاف ديال البنات اللي هضروا على هذه الفرشات هذه ديال الفوريو. قالك ما كاينش الفرق ما بينها وبين الاصليه. انا الاصليه غير شفتها يعني في يانين دوان، ولكن ما جربتهاش ما لاحظتش شي فرق في هاد الشعيرات، ما لاحظتش نهائيا. وراكم عارفين الثمن ديالها اللي غالي غالي بزاف. ومهم قضيه الغرض، ما دارت لي حبوب البنات. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا واش كدير الحبوب واش كتخرج على الوجه، ما دارت لي حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا وجهي راه كما شفتوا نهار الاول هو وكنغسل بها دائما، غير انا مخليها هنايا باش نبقى محافظه عليها باش ما بقاش تلوح من هنا لهنا. هنايا راكم عارفين بلي هاد البلاصه هادي فيها الشارجور ديالها. هنايا واحد السميطه هادي اللي كنبغيها دائما نديرها. هادو البنات اللي زوينين زوينين بزاف، انا نوريهم لكم. خديتهم وقالها بشي 20 درهم، ولكن البنات عرفتي الكاليتي ديالهم واعره 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 بزاف. هانتوما شوفوا شوفوا كي دايرين، عرفتي رطبين رطبين بواحد الدرجه ما كتصورش. ومازال ملي غادي يزيدوا تسقوهم البنات وتشوفوا كيفاش غادي يوليو، غادي يزيدوا يتنفخوا وغايوليو رطبين كثر. المهم هادو باقيين جداد باقا ما استعملتهمش. باقا نخليهم هنايا صافي. وهادو لي باليت اللي كنحتاج بزاف، عندي هادي اللي تخديت من بنت وريتها ليكم، عندي هادي ديال الفاجو كونتور التخربيق، هادي ديال هايلايت ديال انستازيا. هادو مهم التخربيق الصغيور حطيته هنايا باش يبقى باين ليا. هاد الشبيكه هادي البنات فيها نوريكم اش فيها، فيها هاد الفيكساتور هذا ديال الفارماسي اللي زوين البنات. هاد الفيكساتور هذا بالنسبه للبنات اللي قلبوا على شي فيكساتور الماكياج اللي رخيص، هذا خديته ب 50 درهم زوين راه باقي عامر ما كنديرش منه بزاف انا غير كان شي مناسبه. وهنايا كاين لي روج ا ليفغ، كاين هاد اللصقه هادي ديال الشفار حتى هي اللي زوينه البنات، هادي كتشد مزيان. المهم تما جامعهم هنا. هاد الباليطات البنات اللي كنتو عاقلين عليهم كانوا شحال هذا. المهم انا هادي كانت عندي قديمه قديمه في الشيلا تزوجت، كانت عندي وبقات مبغيتش نفرط فيها. وهادي ديال ديبورا هادي ديال الطاليان البنات، كان جابت لي غير واحد البنت كادو
شكرا لكم، كتجي على شكل تيفال وين زوين الحقيقه، دايره بحال هكا ومازال كتحل فيها هنا نوريكم، وكتحل على هذا الشكل من التحت. فيها هنايا هاد البودر هذا، فيها فاراجو، فيها هايلايت زوينه، حتى فيها العكوره، هي على هذا الشكل كتجي. هاد الماركه البنات راها معروفه في الطاليان، الكاليتي ديالها حتى هي زوينه، ما عندناش هنايا في المغرب وما كاينش اللي كيبيعها، كاينه غير في الطاليان. صافي هاد الباليطات هادو ديال البيم اللي معروفين، هادي حتى هي، صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم هادشي كيف شفتو نظمتو هنايا في هاد البلاصه، ومازال البنات كيف قلت لكم باغا ناخذ هذوك المنظمات اللي غادي يزيدوا ينظموا لي اكثر 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 هاد المجر هذا، ومجور اخرين مازال عندي كيف قلت لكم، باقي مجر اخر ديال الشيلان، باقي مجر اخر فيه حتى هو سوشوار فيه شي تخربيق، نمشي نهار ونشارك معكم هادشي. وصافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للمجوره الاخرين التحتانيين فيهم غير داكشي ديال الراجلي، داكشي ديال السليبات، المهم راكم عارفين. وصافي هادشي اللي كاين، وهنا البنات بنت لكم دابا كتشوف الورا بديت بلا بينوار، ولكن البرد البرد البنات هاد الايام عاوتاني رجع البرد من الطريق والشتا، ومهم الجو مخربق ما عندي ما نقول لكم. شوفوا تما باقي لي هذاك الشيء اللي باغا نحيدو، صافي داك الشيء ما بقاش. المهم بالنسبه لي انا الحاجه اللي بقات دار عليها العام البنات وما تلبساتش راه اكيد ما غاديش تعاود تلبس. مازال بزاف ديال الحوايج غيتحيدوا، ولكن ما عنديش هنا عندي الفوق في هذاك البيت اللي وريتكم هذاك النهار. صافي هذوك حتى هما غادي نحيدهم وغنديرهم في شي صاك ولا شي حاجه وغادي نحيدهم. صافي هادشي اللي كاين. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا لهاد النهار، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، المهم باش ما نكبرش عليكم اكثر. وصافي يلا البنات تهلاو ليا فراسكم، سلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله، باي باي.